عندي موضوع اللي هو demodulation of FM signal. طبعا هذا الموضوع ايضا ناخذ demodulation لل FM ونعممها على ال PM، يعني راح يكون نفس الشيء. اشارة ال FM، عملية ال demodulation لاشارة ال FM. اشارة ال FM احنا نعرف هي عبارة عن A cosine omega CT زائد KF تكامل من سالب انفينيتي لانفينيتي ال T M of phi D phi. تمام، طبعا انا حتى استخلص فقط، يعني حتى استخلص فقط اشارة ال فقط اشارة ال FM، فقط اشارة المعلومات، احنا غرضنا باشارة ال اشارة ال دي في عملية الدي موديليشن. اشارة ال FM هو الحصول على اشارة المعلومات. هنا اشارة المعلومات اللي موجودة عندي اللي هي M of phi. انا حتى احصل على ال M of phi فقط شو اسوي؟ اخذ اشارة ال اخذ عم ال اشارة ال FM ادخلها على ديفرنشال. الديفرنشال شو يسوي؟ يشتق لي عملية اشتقاق انمن لاشارة ال FM. يعني عندي هاي اشارة ال FM، ناخذ لها عملية مشتقة اللي هي phi of FM dash of t يساوي لي d على dt للphi of m FM t. شو راح يساوي لي؟ طبعا هنا لما اشتقها لاشارة ال FM شو راح يصير عندي؟ راح اعوض بدل ال FM، يعني يكون بدل ال FM اشارة ال FM هاي عندي. طبعا لما نعوضها هنا نشتق اشتقاق عملية اشارة ال FM شو راح تكون عندي؟ هنا نشتق ال A كوساين، مشتقة الكوساين هي سالب ساين A سالب ساين اوميجا سي تي زائد كي اف تكامل سالب انفينيتي لتي ام او فاي دي فاي. انه بعدين نشتق داخل القوس، مشتق داخل القوس هو شنو؟ اوميجا سي زائد كي اف تكامل ام اوف تي، مشتقة التكامل هو يبقى فقط العنصر اللي هو داخل التكامل، يعني مشتق التكامل راح يبقى اللي هو ام اوف تي. تمام، يعني بالاخير راح تصير عندي، راح يصير عندي الاشاره عباره عن اي اوميجا سي زائد كي اف ام اوف تي. هاي شو مثل لي؟ هذا مثل لي الجزء المشتق داخل، يعني مشتقه الزاويه انمن للكوساين في ساين اوميجا سي تي زائد كي اف سالب انفينيتي تي ام اوف فاي دي فاي ناقص باي. طبعا اذا تلاحظون هنا المشتقه الكوساين شنو عندي؟ عندي بي هي اشاره سالب. طبعا اشاره السالب تلاحظون هنا ما موجوده عندي، لكن عوضناها هنا اشاره السالب بشفتنج مقدار السالب باي. تمام، شفتناها بمقدار سالب باي حتى يروح عند اشاره السالب. زين، هاي الاشاره مشتقه اشاره الاف ام عباره عن ثابت، هذا يمثل لي ثابت متغير مع اشاره المعلومات، ثابت متغير مع اشاره المعلومات وهي اشاره اف ام. هذا الجزء مثل اشاره اف ام، يعني عندي عبارة عن إشارة اف ام متغير الامبليتود وهي إشارة المعلومات. إذا هاي الإشارة أرجع أرسمها، هاي نرجع نرسمها، رسم هاي الإشارة، رسم هاي الإشارة شلون راح يكون؟ رسم هاي الإشارة راح يكون بهذا الشكل، رسم الإشارة راح يكون بهذا الشكل. شنو عندي؟ عندي إشارة اف ام، إشارة اف ام بها تضغط وتخلقل بالترددات يعتمد على إشارة المعلومات، وايضا عندي الامبليتيود هنا يعني بدا يختل بدا صار بي اختلاف. ليش؟ لان عندي هنا الامبليتيود، الامبليتيود هنا الامبليتيود هذا هذا الكونستانت، هذا الامبليتيود متغير ويا من؟ ويا اشاره المعلومات. تمام، ومشفت مقدار اوميجا سي هنا، هذا مشفت مقدار اوميجا سي ومتغير ويا اشاره المعلومات، يعني راح يصير عندي هذا رسم هاي الاشاره. زين، قبل لا نروح للستيب اللي بعدها خلينا نشوف بعض التفسيرات. عندي هنا هذا الكونستانت، هذا يمثل لي الانفلوب للمن للاشاره، يعني هنا المحيط او الغلاف الخارجي لاشاره الاف ام، يعني بعد عمليه الاشتقاق المحيط الخارجي، يعني يقصد به هذا الجزء، يقصد به يقصد بيه هذا الجزء. تمام، وايضا الجزء اللي صاير بالجزء السالب. هذا هنا ال A اوميجا سي زائد كي اف ام اوف تي، هذا يمثل لي الغلاف الخارجي من اشاره المعلومات. طبعا احنا نعرف عندي اذا دلتا اوميجا، احنا نعرف دلتا اف شو يساوي لي؟ يساوي لي كي اف ام اوف بي على 2 باي، لكن الدلتا اوميجا اللي ديفيشن للاوميجا ايش راح يكون؟ هو بدون الباي، راح يكون فقط كي اف ام بي. دائما هاي القيمه شنو تصير؟ اصغر من الاوميجا سي.
احنا نعرف الاوميجا سي يعني تردد جدا عالي، والتردد اشاره الكيرة دائما يكون قيمته شنو اكبر من الكي اف ام بي، تمام؟ اذا هاي القيمه اذا هذا الطرف اذا ننقلها للطرف الثاني ايش راح تكون عندي قيمه؟ راح تكون عندي اوميجا سي زائد كي اف، يعني بغض النظر على الاشاره، اوميجا سي زائد كي اف ام اوف تي دائما تكون قيمته شنو؟ اكبر من صفر، دائما تكون قيمته اكبر من صفر. يعني شنو؟ يعني عندي هذا الجزء، الجزء اللي بالموجب، طبعا هو راح يصير الجزء السالب، هسه راح نعتمد فقط الجزء الموجب، الجزء اللي بالموجب نقدر من خلاله نستخلص اشاره المعلومات باستخدام الانفلوب ديدكتر، اللي هو احنا اخذنا انفلوب ديدكشن، اللي هو شنو؟ راح ياخذ لي فقط الغلاف الخارجي، يعني فقط هذا الغلاف الخارجي المن لاشاره الاف ام. ناخذ فقط الغلاف الخارجي لاشاره الاف ام، هذا الغلاف الخارجي اشاره الاف ام عباره عن شنو؟ عباره عن اشاره معلومات مشفته بمقدار اوميجا سي، يعني هذا المقدار الاوميجا سي مشفته. يعني اشاره معلومات مشفته بمقدار اوميجا سي. طبعا هنا لما وصلنا هاي الاستياب عباره صار عندي قدرت اكتشف اشاره المعلومات اللي هي متمثله بالاي اوميجا سي زائد كي اف ام اوف تي، اللي هي متمثله بالانفلوب الغلاف الخارجي لاشاره الاف ام بعد عمليه الاشتقاق. يعني عمليه الكشف لاشاره الاف ام تمر بمرحلتين، اول شيء ناخذ اشاره الاف ام، ناخذ العمليه المشتقه، ظهرت لي هاي الشكل، هذا الشكل بعد ندخلها على الانفلوب ديتكتور، ايش راح نحصل؟ راح نحصل فقط على اشاره المعلومات مشفته بمقدار اوميجا سي، طبعا هاي الاوميجا سي نقدر نتخلص من عدم استخدام الدي سي بلوكينج، نقدر نتخلص من الاوميجا سي، اوكي؟ تمام، لكن لحد هذا الاستيب احنا وصلنا او قدرنا نحصل على اشاره المعلومات. زين. طبعا هذا على فرض بان عندي شنو؟ اشاره الاف ام. بافتراض عندي اشاره الاف ام اللي هي هاي اشاره الاف ام. هاي اشاره الاف ام. افتراض هاي اشاره الاف ام عندي الامبليتيود الها ثابت. يعني احنا ندري عندي الامبليتيود وين يتغير فقط بالاي ام. لكن هنا بالاف ام نفترض عندي هذا الامبليتيود ثابت، لو كان حصل به تغيير بسيط. هذا اشاره الاف ام تغيير به بسيط، يعني اذا صار به تغيير بسيط مو يعني هنا هاي الاي معناتها متغيره، معناتها متغيره بالنسبه لما بالنسبه للزمن، يعني ها شو تصير؟ تصير معناتها اي اوف تي مضروبه في الكوساين اوميجا سي تي زائد كي اف تكامل مساوي انفينيتي ام اوف فاي دي فاي، يعني ناصر عندي اي اوف تي، تمام؟ يعني قيمتها متغيره مع الزمن. نجي نشوفها. لو صارت فرضا عندي تغيرت مع الزمن، يعني صارت عندي بهذا الشكل. A of T كوساين اوميجا سي تي، يعني عندي هنا اشاره الاف ام الامبليتيود الها، يعني احنا نعرف الامبليتيود ثابت الها، لكن لو صار تغيير ولو بسيط مع الزمن، يعني صار عندي تغيير بالامبليتيود مع الزمن. هنا هذا لما صار عندي تغيير امبليتيود مع الزمن. نريد نحصل او نكتشف اشاره المعلومات اللي هي ام اوف فاي. شنو قلنا احنا الطريقه؟ قلنا عن طريق الاشتقاق. لو هاي الاي اوف تي والكوساين اوميجا سي تي زائد كي اف تكامل مساوي انفينيتي ام فاي دي فاي، ناخذ لها المشتقه، شلون راح تكون المشتقه؟ راح تكون الطرف الاول في مشتقه الطرف الثاني زائد الطرف الثاني في مشتقه الطرف الاول، هذا ماخذين احنا بالمشتقه. إذا مشتقة الدالتين يكون الطرف الأول في مشتقة الطرف الثاني زائد الطرف الثاني في مشتقة الطرف الأول، يعني إيش راح نحصل على النتيجة؟ يعني هنا راح تكون عندي مشتقة الـ A of T، يعني هنا الأمبليتيود تلاحظوها هنا متغير مع الزمن، ويا إشارة الـ FM راح تكون عبارة عن دالتين، الدالة الأولى عبارة عن الطرف الأول في مشتقة الطرف الثاني، حصلنا على هذا الجزء، تمام؟ هذا الجزء زين. الداله الثانيه عباره عن شنو؟ المشتقه الثانيه المشتقه الاولى في الطرف الثاني، هذا الجزء يعني المشتقه الاولى مشتقه الاي اوف تي في الطرف الثاني، ليش راح يصير دي اي اوف تي على دي تي كوساين اوميجا سي زائد كي اف. لو نفرض هذا الطرف هذا الجزء انهمل، يعني ما نحتاجه، اوكي؟ هذا الجزء ينهمل، يبقى عندي فقط هذا الجزء. هذا الجزء عندي عبارة عن شنو؟ عبارة عن إشارة اف ام وياه شنو؟ طبعا هنا هذا الجزء ليش انهمل؟ هذا الجزء ليش انهمل؟
ليش نهم ليه؟ لان اصلا ما استخلصنا اشاره معلومات، يعني ما صار عندي اوت بجزء اشاره معلومات، لهذا قلنا نهم له. هنا جزء صار به اشاره معلومات، لكن مضروبه في شنو؟ مضروبه في امبليتيود متغير، يعني هنا صارت عندي مشكله. هاي المشكله راح تسبب لي ضوضاء وديستورشن وايضا فادنج، تمام، بسبب التغيير وين؟ بالاي اوف تي. زين، هاي المشكله شلون راح احلها؟ طبعا هنا هاي صار لسه عندي عمليه مشتقه، ما نقدر نحلها بهاي الطريقه. نحلها عن طريق استخدام الباند باس ليميتر، اللي هو هذا الباند باس ليميتر. الباند باس ليميتر هذا فائدته يحدد لي او يثبت لي الامبليتيود لاشاره الاف ام. يعني اذا كان عندي الامبليتيود لاشاره الاف ام متغيره راح يثبت لي اياها. هذا الباند باس ليميتر اللي هو راح يحل لي هاي المشكله التغير. طبعا هنا أنا هذا التغير اللي بحيث بسبب التغير بالاي اوف تي ما نقدر نكتشف الام اوف تي، لان هاي الاشاره شلون نقدر نكتشفها؟ هنا متغيره مع الزمن وايضا داله ايضا متغير، وهي اشاره المعلومات اصلا هي متغير مع الزمن، لهذا صعب راح ما نقدر نكتشفها. حتى نقدر نكتشفها لازم شو اسوي؟ لازم هذا الاي اوف تي لازم اعطيه اثبته، يعني يصير كونستانت، يصير ثابت عندي، ما يصير متغير مع الزمن. شلون احلها؟ باستخدام الباند باس ليميتر. طبعا هذا الباند باس ليميتر مين يتالف؟ هذا الباند باس ليميتر راح يتكون من هارد ليميتر، طبعا جزء يسمونه هارد ليميتر، والجزء الاخر يتكون من جزء هارد ليميتر وجزء ثاني اللي هو الباند باس فلتر. طبعا هذا الباند باس فلتر يعمل عند الاوميجا سي، طبعا هسه بعدين نرجع للاوميجا سي. اول شيء عندي هذا الهارد ليميتر، هذا الهارد ليميتر راح تدخل لي هنا اشاره اف ام، تمام، راح تدخل لي هنا اشاره اف ام وين؟ على الهارد ليميتر، تدخل لي اشاره اف ام على الهارد ليميتر. اذا تلاحظون هاي اشاره اف ام تدخل على الهارد ليميتر، لكن هاي اشاره اف ام ايش بيها؟ جاي نقول هي ترى بيها تغير وين؟ بالامبليتيود، تمام. خلي نشوف اشاره الاف ام اللي صار بيها تغيير بالامبليتود. احنا نعرف اشاره الاف ام هو عباره عن عمليه تضاغط وتخلخل في الترددات فقط، يعني ترددات، اما تضغط تقل او تزداد بين رينج معين الى رينج اخر. لكن هنا اذا صار عندي تغير بالامبليتود، تلاحظون هاي الاشاره، هاي الاشاره اشاره فرضا اف ام فريكونسي موديليشن، نلاحظ عندي ترددات ايش بيها؟ جاي تقل وايضا جاي تزداد، جاي تقل وتزداد على ترددات معينه. زين، هنا ايضا بالاضافه الى الترددات اللي اختلاف عندي، جاي يصير عندي اختلاف وين؟ بالامبليتيود. يعني هنا عندي اختلاف بالامبليتيود وايضا اختلاف وين؟ بالزمن او بالتردد، يعني اختلاف بالامبليتيود واختلاف بالزمن او بالتردد. احنا قلنا اذا اختلاف بالتردد مجرد نسوي له عمليه مشتقه، ناخذ لها مشتقه وندخلها على الانفلوب ديتكتور. لكن اذا صار عندي اختلاف وين؟ بالامبليتيود. هنا لما يصير عندي اختلاف بالامبليتيود ما نقدر نستخدم عمليه المشتقه، قلنا لازم نلقى له حل، هذا الحل حتى يثبت لي الامبليتيود. نستخدم الهارد ليميتر، عفوا الباند باس ليميتر. الباند باس شنو يتكون؟ الباند باس بجزء الهارد ليميتر، هذا الهارد ليميتر، هذا الهارد ليميتر بجزء يعني او تحويل للاشاره، التحويل راح تكون هذا الشكل. اذا كانت اشاره الاف ام او الاشاره الداخله عندي هنا قيمتها بالموجب نمثلها باشاره سكوير بلس موجب واحد. اذا كانت اشاره الاف ام بالسالب نمثلها بجزء سكوير بلس وين؟ بالسالب. نعيدها، عندي هنا هاي اشاره الاف ام، اكيد اشاره الاف ام بها اختلاف بالتردد واختلاف بالامبليتيود، لكن بيها شو يصير؟ بيها جزء موجب وجزء سالب ايا كان قيمته، سواء كان واحد سالب واحد اي قيمه له، يعني اي قيمه له او بوينت موجب 0.5 او موجب 0.5 سالب 0.5 اي قيمه. اذا كانت هاي القيمه بالموجب راح يكون عندي موجب واحد، تمام. اذا هنا هاي موجب راح يكون هنا عباره عن اشاره سكوير موجب واحد. اذا كانت هنا عندي اشاره بالسالب، هنا إشارة السالب راح نمثلها بإشارة سالب واحد. زين، هذا هنا عرفنا الهارد ليميتر. نجي للإشارة شلون راح تصير عندي. قلنا احنا لو نفرض هذا الخط، هذا عبارة عن انبوت، هذا الخط عبارة عن تمثل لي انبوت، يمثل لي شنو؟ إشارة اف ام.
هذا يمثل لي الانبوت اشاره اف ام. هذا اشاره الاف ام، ندخل على الهارد ليميتر، نجي نشوف اول جزء. اول جزء شنو قيمته؟ بالموجب لو بالسالب؟ بالموجب. اذا نمثلها باشاره سكوير بالس، هذا اشاره سكوير بالس. تمام؟ مثلناها بهاي الاشاره سكوير بالس. ايش قد قيمتها؟ بما انه بالموجب مثلناها بزائد واحد، هنا أنا قيمتها زائد واحد. تمام؟ نجي للجزء الثاني بالسالب، مثلناها بسالب واحد، لكن الباندويث الها ايضا يتغير بالاعتماد على الاشاره، يعني هنا الباندويث تلاحظونه صارت اشاره سكوير، الباندويث الها مساوي للباندويث للاشاره الاف ام. يعني هنا الباندويث ايضا مساوي. هنا صارت عندي تردد معين بالسالب، صارت عندي عباره عن اشاره سكوير بالسالب. هنا صارت بالموجب، صارت عباره عن اشاره سكوير وين؟ بالموجب. هنا بالسالب صارت بالسالب، لكن ايضا تلاحظون عندي الباندويث ايش بيه؟ جاي يختلف. هنا ايضا الباندويث جاي يختلف. طبعا هنا راح تولدت عندي عباره عن اشاره اللي هو مثلناها باشاره الاوت بوت، يعني هنا هاي البي، هاي البي اوت. في اوت عباره عن اشاره سكوير ويف، عباره عن اشاره شنو؟ سكوير ويف. طبعا هنا هاي اشاره السكوير ويف، هاي إشارة السكوير ويف، يعني راح ناخذها بالفي اوت فقط إشارة السكوير ويف، لأن احنا إشارة الاف ام المتغيرة بالامبليتود والتردد صارت عبارة عن إشارة سكوير ويف، قيمتها بين الموجب واحد وبين السالب واحد. لو نفرض ظهرت لي هاي إشارة بهذا الشكل، هاي إشارة بهذا الشكل عبارة عن إشارة سكوير ويف، إشارة متغيرة، إشارة دورية تتكرر كل 2 بايت. تمام؟ إشارة دورية تتكرر كل 2 بايت. وصلنا لهنا، خلي بالنا النقطة، إشارة الأوتبوت قبل لا يدخل على الباند باس فلتر عبارة عن إشارة دورية متغيرة عد كل 2 بايت، أو تكرر نفس عد كل 2 بايت. نرجع للصف هل قبلها، نرجع للباند باس ليميتر. هنا الباند باس ليميتر إذا فرضا تدخل عد الإشارة البي أنبوت اللي هي إشارة الإف إم متغيرة مع الزمن، وإشارة شنو؟ الكوساين ثيتا. هاي الكوساين ثيتا نفرضها اشاره الاف ام، هاي الاشاره الانبوت. طبعا قيمه الثيتا اللي هي اذا نعوضها هنا عباره عن اشاره اف ام اوميجا سي زائد كي اف تكامل من سالب انفينيتي تي ام او فاي دي فاي. تمام؟ الفي اوت، الفي اوت طبعا هذا كانه ما عاد اللي كلام قلنا. الفي اوت اقصد الاشاره بعد الهارد ليميتر، في اوت للهارد ليميتر، اما تكون زائد واحد او تكون سالب واحد بالاعتماد على شنو؟ بالاعتماد على اشاره الكوساين ثيتا اللي هي اشاره الاف ام. بالنسبه لاشاره الاف ام، اذا كانت اشاره الاف ام بالموجب نعطيها زائد واحد، اذا كانت كوساين ثيتا يعني هاي اكبر من صفر نعطيها موجب واحد، اذا كانت اصغر من صفر نعطيها سالب واحد. يعني اي قيمه، المهم اكبر من صفر نعطيها موجب واحد، اي قيمه اصغر من الصفر نعطيها سالب واحد. يعني هنا كانما الفي اوت اوف تي هي داله عباره بالنسبه لمن؟ للثيتا. البي اوت للثيتا، هي الثيتا تتحكم بالكوساين اما تكون بالموجب او تكون بالسالب. يعني هنا هي الفي اوت از فانكشن اوف ثيتا اوف بيرل سكوير ويف، يعني هي داله بالنسبه للثيتا لاشاره بيرل، يعني اشاره مربع، اشاره دوريه لاشاره مربع متكرره كل 2 باي. تمام؟ طبعا هاي الاشاره المربعه، هاي الاشاره، هاي عندي اشاره سكوير ويف، هاي اشاره السكوير ويف، شلون انا اقدر امثلها رياضيا؟ هسه افتهمت هاي عندي اشاره سكوير ويف، شلون اقدر امثلها رياضيا؟ احنا اخذنا بالمحاضره الاولى اذا اشاره دوريه يعني كل فتره زمنيه تعيد نفسها، اللي هي هاي هنا اشاره دوريه تعيد نفسها عد 2 باي، نقدر نمثلها رياضيا باستخدام شنو؟ استخدام الفورير سيريز. اذا كانت اشاره غير دوريه نستخدم الفورير ترانسفورم، بس بما انها اشاره دوريه نستخدم الفورير سيريز. نجي نستخدم الفورير سيريز، طبعا نجي نستخدم الفورير سيريز لهي الاشاره، راح نحصل على هاي الداله 4 على باي كوساين ثيتا اوف تي ناقص 1 على 3 كوساين 3 ثيتا اوف تي، 1 زائد 1 على 5 ثيتا اوف تي. ثيتا اوف تي شو تمثل لي؟ ثيتا اوف تي تمثل لي الزاويه اللي داخل الاشاره الاف ام، هاي الزاويه اللي هي اوميجا سي تي زائد كي اف
سالب انفينيتي للتي ام او فاي دي فاي، تمام، نعوض بدل كل ثيتا هاي بهاي القيمه. عوضنا بدل كل ثيتا بهاي القيمه، طلعت لي هاي المعادله اللي يساوي لي 4 على باي، نفس الشيء عوضنا بدل كل ثيتا 4 على باي كوساين اوميجا سي تي زائد كي اف تكامل من سالب انفينيتي ام او فاي دي فاي ناقص 1 على 3 3 في نفس الزاويه زائد 1 على 5 5 في نفس الزاويه، وتستمر هاي الاشاره. لهنا وصلنا، هاي شو تمثل لي الفي اوت؟ هاي تمثل لي هاي الفي اوت، هذا الفي اوت شو يمثل لي؟ يمثل لي هذا هنا المكان، هذا هنا يعني وصلت الاشاره لهنا بعد الهارد ليمتر، هاي الفي اوت بعد الهارد ليمتر تمر بالباند باس فلتر. هذا الباند باس فلتر يشتغل على يا تردد، قلنا لكم يشتغل على تردد الاوميجا سي، تمام، يشتغل على تردد الاوميجا سي. طبعا هنا هذا الفي اوت يمر على الباند باس فلتر يعمل على تردد الاوميجا سي فقط. نشوف هاي الاشاره اذا تمر بالباند باس فلتر، طبعا الباند باس فلتر يعني احنا ذكرناه سابقا بس كشغل شنو شغله؟ يعمل على مرور بعض الترددات ولا يسمح مرور ترددات اخرى، يعني مرر لي حزمه من الترددات، هاي الحزمه تعمل وين؟ على تردد الاوميجا سي. هنا نشوف هاي الاشاره، هاي الاشاره 4 على باي كوساين، اول اشاره هاي اول اشاره 4 على باي كوساين اوميجا سي تي زائد كي اف ام اوف فاي دي فاي. طبعا هاي الاشاره عد يا تردد هذا الجزء، هذا الجزء يعمل على تردد الاوميجا سي، اذا هذا الجزء يمر من الباند باس فلتر 4، طبعا هاي 4 تتوزع 4 على باي تتوزع على كل طرف. نجي للطرف الثاني، الطرف الثاني 1 على 3 كوساين 3 اوميجا سي تي زائد كي اف تكامل. هنا ايش قد التردد عندي؟ عباره عن 3 مضروبه في الاوميجا سي، يعني هنا تردد ايش قد؟ 3 اوميجا سي تي. هذا الجزء يمر من الباند باس فلتر، هذا الجزء ما راح يمر عندي من الباند باس فلتر، تمام. نجي للجزء اللي بعده ايضا عباره عن 5 اوميجا سي، يعني 5 في تردد الكارير، هنا ايضا ما راح يمر عندي من الباند باس فلتر. اذا الجزء اللي راح يمر عندي من الباند باس فلتر فقط هذا الجزء اللي هو 4 على باي في كوساين اوميجا سي تي زائد كي اف ام او فاي دي فاي. نلاحظ هذا وصلنا لهنا للاوتبوت اللي افرضناه بالاي نوت، تمام، افرضناه هنا بالاي نوت، هذا الاي نوت اللي وصلنا المن للاوتبوت. نلاحظ هنا الامبليتود الى ثابت لو متغير، هنا الامبليتود ايش قصر عندي؟ 4 على باي، هذا 4 على باي تعتبر ثابت لو متغير، ال 4 على باي يعتبر كونستانت ثابت لان 4 على 3.14 ثابت اللي هو قيمته 4 على باي كوساين اوميجا سي تي كي اف ام اوفا، يعني اشاره الاف ام مضروبه في كونستانت، يعني صار الامبليتود الى ثابت لكن التردد الى شنو؟ متغير. هنا هاي الستيب ايش حصلنا؟ حصلنا على اشاره اف ام ثابته الامبليتيود. طبعا ورا هذا، طبعا هنا احنا اذا غرضنا كشف الاشاره اللي هنا احنا ما اكتشفنا اشاره فقط ثبتنا الامبليتيود، حتى نكشف الاشاره نمررها على شنو؟ على الديفرنشال، تمام؟ دي على دي جي. انا شوي ما ينكتب. المهم على دي على دي تي. ورا دي على دي تي نمررها على شنو؟ الانفلوب ديتكتر. ورا الانفلوب ديتكتر شنو نحصل؟ راح نحصل على اشاره المعلومات. تمام؟ نقدر نحصل على اشاره المعلومات اكيد مشفته بمقدار اوميجا سي. اللي هنا قدرنا عرفنا شلون قدرنا شلون نحصل على اشاره المعلومات. إشارة معلومات مشفتة بمقدار أوميجا سي، طبعاً في حالة إذا كانت إشارة الـ FM متغيرة الـ Amplitude، قدرنا نحصل على إشارة المعلومات من إشارة FM وهي شنو؟ Amplitude هي متغير، يعني هنا قيمة الـ Amplitude متغير A of T كوساين أوميجا سي تي خلال الباند باس ليميتر، حصلنا على إشارة معلومة إشارة FM لكن Amplitude إيش بيه؟ ثابت إله. أيضاً ناخذ هاي الإشارة ندخلها على Differential. ورا ما ندخلها على الديفرنشال ندخلها على انفلوب ديتكتر نحصل على اشاره على اشاره المعلومات فقط.